سنة 1517 بقت مصر ولاية عثمانية بعد انتصار السلطان سليم الأول على قنصوه الغوري وبعده على طومان باي اللي اتشنق وتحطت جثته على باب زويلة. لكن الحقيقة أن مصر ما كانتش تحت السيطرة المباشرة للعثمانيين لأن حكامها كانوا من المماليك، وكان بين العثمانيين والمماليك صراعات كبيرة وطويلة على السلطة تعب منها الشعب جدا. بعدها جه نابليون بونابرت ابن الثورة الفرنسية لمصر، وهو بيحلم أنه يعمل إمبراطورية في الشرق الأوسط، وحاول من أول ما وصل أن يظهر وده للمصريين. لبس نابليون بونابرت الزي الشرقي وحط عمة على راسه، وراح هو وقواده المسجد الكبير مع 100 شيخ عشان يقولوا التواشيح، وفضل يهز راسه ويتظاهر بالتقوى. لكن الناس كانوا فاهمينه كويس جدا، وكان الحرفيش ومعهم كل المصريين مستنيين اليوم اللي يخلصوا منه، يخلصوا من الساري عسكر بونابرتا زي ما كانوا بيسموه، وده ظهر في ثورة القاهرة الأولى اللي قامت ضده. نقدر نقول أن نابليون ما اضطهدش الأباط، لكنه برضو ما فادهمش كتير، بل على العكس كان عايز يستغنى عن خدماتهم في جامعة الضرائب ويستبدلهم بأوروبيين. بعد نابليون جه جان باتيست كليبار أو زي ما بيسموه المصريين كليبر، وقام المصريين بثورة القاهرة الثانية ضده. وبعد مصرع كليبر جه جاك فرانسوا مينو اللي أسلم عشان يتجوز سيدة مسلمة، فتعب الأقباط وطردهم من الوظائف الحكومية. زمن الحملة الفرنسية كان زمن صراعات بين الفرنسويين والأتراك والمماليك، هو زمن عدم استقرار سياسي مليان بالحروب والثورات، وكان مع ده برضو في فقر وجهل، وعلشان المثلث يكتمل كان في كمان أمراض، وكانت الأوبئة زي الطاعون بتموت الألاف بسبب ضعف الرعاية الطبية. وللقضاء على الأوبئة دي كانت الناس بتلجأ للسحر. في الفترة دي وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اتنقلت عيلة معهم طفل صغير من أبو تيك في الصعيد للقاهرة، واستقرت في حي الأزبكية اللي هو تقريبا شارع كلود بيه الحالي، ودي كانت منطقة تمركز للأقباط في القرن 17 وال 18 وال 19. الطفل ده أظهر ذكاء ونبوغ في الكتاب، لكنه لما كبر أصبح ساحر جبار عالم بأسرار السحر وخفيات، واشتهر بين الناس باسم أبو السعد الأبوتيجي، وكان بيوهم الناس أنه يقدر يعمل أي حاجة بالسحر، حتى أنه يخلي الطوب والحجارة تتكلم معاه. ووصلت أخباره للبابا مرقس الثامن اللي حب يفتقده عشان يبطل أعمال السحر، وفعلا راح له. لكن أبو السعد الأبوتيجي ما سمعش الكلام وحب يوري البطرك قوته، فأمر الشياطين أنهم يطلعوه للسماء، فسمعوا كلامه وفضلوا شايلينه ومطلعينه لفوق لحد لما وصلوا لحتة ما قدروش يطلعوا الأعلى منها. فالأب البطريرك رشم عليه الصليب، فثبتوا الشياطين يقع من ارتفاع عالي جدا، لكن الست العذراء جت وشالته ونزلته سليم للأرض، فأعلن أنه هيتوب ومش هيرجع لأعمال السحر تاني. لكنه للأسف رجع للسحر مرة تانية، فأصيب بالشلل. وفي مرة ظهرت له الست العذراء مريم في حلم وعرفته أنه هيخف لو ساب السحر، فاستدعى ابنه وطلب منه أن يرمي كل كتب السحر في البحر. ابنه خد بعض الكتب ورماها في البحر، لكن أبو السعد ما خفش، ولما عرف الأب باللي عمله الابن استدعاه وطلب منه أنه يرمي كل الكتب وما يبقيش منها أي حاجة خالص. وفعلا ابنه خد باقي الكتب ورماها في البحر، فحصل فيه غليان شديد. بعدها خف أبو السعد وتاب ورجع لحضن الكنيسة وبقى شماس فيها، وألف مدايح كتير للعذراء يشكرها على اللي عملته معاه. من أجمل المدايح اللي ألفها مديحة واطس للعذراء تقال في صلاة عشية الحدود الكيهكية، وهي مترتبة على الحروف الهجائية العربية، تبدأ بحرف الألف، فيقول أمدح في عذراء وبتول وصح عشية مع بكرة، دي أعلى صوتي وأقول تباكي أيتها العذراء. وبعدين حرف الب فيقول بحق أننا نعطى وننال تلك الخيرات المنتظرة، إذا صحنا بالصوت العال تباكي أيتها العذراء، وهكذا لآخر الحروف. المديحة دي فيها ربع على حرف اللام بيقول
لبستي حلة من الأنوار وصرت يا مريم شجرة عظيمة حاملة الأثمار طوباك أيتها العذراء. فعلا العذراء هي أم النور، وهي شجرة حاملة الكثير من الأثمار، والأثمار دي هي الفضائل. حتى أنهم بيقولوا أن الفضائل تفرقت على الآباء لكنها تجمعت في العذراء. وكل لما نقول مدايح أبو السعد الأبوتيجي نفتكر عمل الطوبة العجيب اللي بيحول الساحر لشماس وكاتب التعاويذ لكاتب مدايح، ونتعلم أن الشيطان بيعمل حيل كتير عشان يستغل مواهبنا في الشر، لكن الشاطر هو اللي يستخدم مواهبه في خدمة الكنيسة لمجد اسم الملك المسيح. وأخيراً إن العذراء مريم أم حنينة، هي باب السماء اللي بتحب دايماً تدلنا على طريق ربنا، علشان كده هي تستاهل كل التطويب، وتستاهل نقول لها دايماً عالٍ هو قدرك. سيدة الأخبار.